نعم، هنالك فساد لا ننكر وجود فساد في مؤسسات الدولة من قبل بعض ضعاف النفوس، هنالك أيضا ابتزاز من قبل بعض معقبي المعاملات في مداخل المؤسسات الرسمية خصوصا التي لها تماس مباشر مع المواطنين، هنالك تزوير في الوثائق الرسمية، هنالك تلاعب بالوثائق الرسمية، عملية الحوكمة، عملية الإجراءات اللي اتخذها مركز البيانات الوطني، دائرة مركز البيانات الوطني هي يعني أنهت إلى حد كبير، يعني أقدر أقول عملية تزوير الوثائق انتهت 100%، ما يقدر يواجه موضوع الابتزاز. يعني أنا عندي معاملة الآن إلكترونية أقدم عليها من خلال جهاز الموبايل أو الحاسوب الخاص بي ومباشرة تصل إلى الدائرة، ماكو وسيط، ماكو شخص راح يبتزني، عملية إلكترونية ومسيطر عليها من قبل. طبعا بالمناسبة هي أيضا الشبكة الحكومية مؤمنة وغير قابلة للاختراق، هنالك جهات أمنية ساندة عملت على هذا الملف. إذن الآن مثل ما ذكر الأستاذ مازن، إحنا بدينا بالخطوة الأولى والثانية، لن نتوقف حتى التحول الرقمي الشامل إن شاء الله.